Guten Morgen, ich wünsche euch einen schönen Freitag. إذن صباح الخير، أتمنى لكم يوم جمعة جميل لكم. اليوم وصلنا إلى مرحلة تمارين حول الدرس، إذن تمارين الدرس الثامن. Übungen, der Lektion 8. إذن Übungen هي التمارين، der Lektion 8. تمارين الدرس الثامن. إذن اخترت لكم موضوعين قواعدين، وهو أولا الفعل فعل سولن، وهو من ضمن مجموعة المودال فيربل، يعني الأفعال الكيفية، والتي قلنا عنه أنه يضطرنا إلى استخدام فعل ثاني في الجملة. وأنا يعني قلت وشرحت من عندي أن هذه الأفعال تعلمنا التحدث باللغة، لأننا لماذا؟ لأننا نستخدم فعلين في الجملة. إذا الفعل فعل المودال فيربن يصرف حسب الضمير، حسب الضمير، أما الفعل الثاني فيكون في نهاية الجملة، ويكون بدون تصريف، يعني يكون بحالة المصدر، حالة الإنفينيتيف، لا يصرف، مثلا aufstehen, reden, sein, gehen. إذا عندنا الجملة الأولى wir، السؤال يقول ergänzen Sie إملأ الفراغات. ergänzen Sie إملأ الفراغات. الاختيارات هي sollt, sollst, soll, sollen، وهي يعني التصاريف الفعل soll. إذا عندنا wir، wir morgen früh aufstehen، إذا غدا علينا، ينبغي علينا النهوض مبكرا. النهوض هو aufstehen، free مبكرا. إذا wir ماذا سنختار؟ wir sollt، wir solls، wir soll، ولا wir sollen؟ إذا wir sollen، wir sollen morgen free aufstehen، ينبغي علينا غدا أن ننهض مبكرا. هل ممكن أستخدم هذه الجملة علي أنا على نفسي؟ نعم، ممكن أقول بدل wir ich، إذا ich سوف أختار soll، ich soll morgen free aufstehen، تمام؟ ولا دو، بدل wir دو sollst morgen free aufstehen. إذا عندنا هنا مرونة في تكوين الجمل. نذهب إلى جملة ثانية، im Unterricht، في المحاضرة. Unterricht هي مذكر، der Unterricht، ولكن هنا يعني عندنا حالة الداتيف، in dem Unterricht. in dem لا تكتب قلنا، تكتب im Unterricht. لو نسيتم موضوع الداتيف، هو موضوع مهم جدا في التكلم وفي الكتابة، يعني تستطيعون العودة إليه، وأنا شرحته له لكم بشكل مفصل يعني تماما، وشكل مبسط أيضا. إذا im Unterricht في المحاضرة، فراخ ihr أنتم، nicht laut reden، nicht laut reden يعني لا تتكلموا بصوت عالي. يعني ممكن أنا أقول لأي شخص صوته عالي bitte nicht laut reden، الرجاء عدم يعني تكلم بصوت عالي bitte nicht laut reden. إذا الضمير الشخصي عندنا ihr أنتم، ماذا سنقول؟ im Unterricht sollt, sollst, soll, sollen. إذا هو sollt ihr، إذا im Unterricht sollt ihr nicht laut reden. der Lehrer sagt، der Lehrer المعلم sagt يقول، du leise sein يعني بما معنى كن هاديا، leise أو لا تتكلم بصوت عالي أيضا. إذا leise sein كن هاديا. إذا du sollt ولا sollst est، إذا est مع du، du sollst leise sein، عليك أن تكون هاديا، صوتك هاديا، أنت هاديا. نأتي إلى آخر جملة هي er هو، schnell zum Arzt gehen. إذا schnell هي صفة adjective سريعا، zum Arzt يعني إلى الطبيب، gehen إذا zum Arzt هي أيضا حالة داتيف، ونحن قلنا مفروض أن تكون to them arts، ولكن to them نكتبها zum. إذا أيضا هو موضوع الداتيف مثل im Unterricht. إذا er هو عليه، er sollt، sollst، soll ولا sollen، إذا er soll، er soll schnell zum Arzt gehen. وممكن أن أقول ich soll zum schnell zum Arzt gehen. sie هي،
زي سول شنيل تم أرتكي. هذا كان تمرينا حول فعل سولن. نذهب إلى الضمائر دي برونومن إن أكوزاتيف، الضمائر في حالة المفعول به الأكوزاتيف أو حالة النصب، هي الضمائر التي نعوض بها عن المفعول به. يعني مثلا أقول براوخستو داس أوتو، ما معنى هذه الجملة؟ يعني إن كنت تحتاج هذه السيارة، أين المفعول به في هذا أو أين الأكوزاتيف في هذه الجملة في هذا السؤال؟ براوخستو داس أوتو، وداس أوتو هنا المفعول به. يعني أنا أسأله إن كان هو يحتاج شيئا، ما هو هذا الشيء؟ داس أوتو. إذا هذا هو المفعول به، هو الأكوزاتيف الذي نسميه باللغة الألمانية. إذا عن هذا الأكوزاتيف سوف لن أعيد كتابته في الجملة في الجواب، سوف أستخدم ضمائر بدله، دي برونومن إم أكوزاتيف، إذا بدل الأكوزاتيف. إذا براوخستو داس أوتو، إذا بما أنه يبدأ بداس، إذا هذا هو اسم محايد. إذا ما هو الضمير الذي يعوض عنه؟ سوف نرى هنا. إذا الضمائر التي نعوض عنها الاختيارات عندنا إن، إس، أونس، زي. إذا الإن هي للمذكر، الإس هي للمحايد، وهذا شرح مرة أخرى، المفروض أن لا أشرح لأنه هو هنا مثل الامتحان لكم. إن، إس، أونس لنا نحن، زي لربما المقصود هنا مؤنث، ولو هي الإس كبيرة لأنه إذا زي مؤنث مقصود هنا. إذا نعود إلى هذا السؤال، براوخستو داس أوتو؟ ناين، إيخ براوخي، ماذا سأقول؟ إن إس أونس زي، إذا سأختار إس. لماذا اخترت إس؟ لأنها داس أوتو، لأن هنا اسم محايد، إذا إس. ناين، إيخ براوخي إس نيخت، عندما أكتب هنا إس نيخت، ماذا أقصد بهذه الإس؟ أقصد بها داس أوتو، أنا لا أحتاجها، مثل ما نقول باللغة العربية، أنا لا أحتاجها. بدل أن أقول أنا لا أحتاج هذه السيارة، إذا أنا لا أحتاجها. نذهب إلى الجملة الأخرى، هاستو ماينن كوغل شرايبر، كوغل شرايبر قلم، قلم جاف الذي نكتب فيه، قلم جاف كوغل شرايبر، وهو مذكر دير كوغل شرايبر، أين كوغل شرايبر، ولكنه هنا وقع في حالة الأكوزاتيف، إذا كتبنا ماينن، لم نكتب ماين كوغل شرايبر، ماينن كوغل شرايبر. لماذا؟ لأنه في حالة الأكوزاتيف، وقلنا نحن فقط المذكر، الاسم المذكر تتبدل أداته، يعني لو كان دير ستكون دين، لو كان أين ستبقى أينن، لو كان ماين ستكون ماينن، لو كان كاين ستكون كاينن المذكر. ولماذا هنا هو كوغل شرايبر في حالة الأكوزاتيف؟ بسبب وجود هذا الفعل هابن. إذا سؤال، هاز تو ماينن كوغل شرايبر؟ إذا نعود إلى كوغل شرايبر الذي هو أكوزاتيف، هل هو مذكر أم مؤنث أم محايد؟ مثل ما قلنا هو مذكر، إذا دير كوغل شرايبر، ماذا سنختار مكانه؟ إذا هو إن. إذا أقول سؤال، هاز تو ماينن كوغل شرايبر؟ ناين، إيخ هابي إن نيخت، إذا أكتب هنا في الامتحان إن نيخت. هذا الموضوع مهم لأنه يأتي غالبا ما في امتحانات أينس. إذا إيخ هابي إن نيخت، ماذا أقصد بإن هنا؟ دير كوغل شرايبر أو دا ماينن كوغل شرايبر. أخيرا، سيستو دي فونوك، دي فونوك أين المفعول به؟ أين الأكوزاتيف في هذه الحالة؟ ماذا أرى؟ أنا أرى الشقة. إذا دي فونوك وقعت هنا في حالة الأكوزاتيف، إذا هي التي سنعوض عنها بضمير بي برونومن. إذا للتعويض عن المؤنث ماذا سنختار؟ سنختار زي هي. إذا سؤال يقول سيستو دي فونوك، ولا هنا جمع، العفو، دي فونونغن. إذا دي فونونغن، سيستو دي فونونغن، هل ترى الشقق؟ يعني كأنه هناك مجمع شقق جديدة، فأنا أقول لصديقي سيستو دي فونونغن، هل ترى هذه الشقق؟ هو نظر فيقول ناين إيخ سيه زي نيخ،
إذا زي هنا يقصد بها دي فونوغن، هؤلاء أو هن هؤلاء الشقق يعني الكثيرات. إذا إيخ سيه زي نيت. إذا كان عندكم ما زال عندكم غموض حول هذه الضمائر، أنا شرحتها بشكل جيد، يمكن العودة إلى الفيديو السابق أو ما قبله ويعني معرفة المزيد عن هذا الموضوع. إذا أتمنى لكم مرة أخرى يوما جميلا، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.